جاي اقول لكم خلوا بالكم، خلوا بالكم من الحرامي. الحرامي مش حرامي الفلوس، لا، ولا حرامي اي شيء ملموس. في ناس بتسرق طاقتك السلبيه من غير ما انت تحس. الشخص اللي دايما يخليك تبرر تصرفاتك وافعالك ده بيسرقك. الشخص اللي يخليك دايما دافع عن نفسك في كل موقف ده بيسرقك، بيسرق طاقتك. الشخص اللي دايما يشتكي من كل حاجه ويشحنك انت طاقه سلبيه وهو عايش حياته. الشخص اللي بيوصلك انك تكذب وانت اصلا مش كذاب علشان بس تتخلص من ضغطه عليك. اخيرا هنا الشخص اللي انت دايما تسمعه وبتديله براح في الكلام وتيجي انت عايز دقيقه بس تتكلم فيها عمر ما هيديها لك. كل الناس دي بتسرقك، بتسرقك حاجات اكتر من الفلوس، وبتسرقك في حاجات اكتر من اي شيء ملموس. طاقتك، طاقتك النفسيه، ما تسمحش لحد يسرق طاقتك النفسيه.